You know, most Iraqis are saying these days that security is their number one problem. أغلبة العراقيين اليوم يقولوا بأنهم شغلتهم الشغيلة هي الأمن. And I'm sorry to send such a bunch of good fighters out of the country right now. الذي كان يتشدق بالقوة والشجاعة والآن نحن سوف نتمكن إن شاء الله بجهودكم من بناء العراق وعمر العراق بهذه السواعد العراقية ومساعدة الدول التي تحب أن يكون العراق له موقف متشرف مع الدول المجاورة ومع المجتمع الدولي وسوف نتحرر بإرادتنا وسوف نكون سعيدين عندما نبني هذا العراق ونريدك أن تشكركم كثيرا Big smile. That's easy for us to do. We're happy.